يعتبر سليم سهالي من أبرز المثقفين بمنطقة الأوراس وأكثرهم مساهمة في الإنتاج الثقافي والفني، وهو من مواليد قرية رحواث بلدية حدوسة بباتنا سنة 1956. درس بالمعهد الوطني للموسيقى بالجزائر وأسس فرقة تازيري للغناء الشاوي سنوات الثمانينيات. يعد الفنان من الرعيل الأول للأغنية الشاوية العصرية، وقد أصدر 3 أشرطة من كلماته تلحينه وأدائه. بالنسبة لبدايتي مع الأغنية الأمازيغية في الأوراس ترجع إلى بداية الثمانينات، والمعروف أنه في هذه السنوات تاع بداية الثمانينات لغاية التسعينات هي كانت انتشار الحركة الأمازيغية والمطالب اللي كانت تقريب مطالب ثقافية في هذاك الوقت. فبالنسبة لنا احنا كنا نستعمل الأغنية الأمازيغية كوسيلة لإيصال الأفكار تاعنا إلى الجماهير العارضة. ما ميز الظروف هو كان هيمنة الحزب الواحد، ثانيا هذا الحزب الواحد كان قلص مساحة التعبير بالنسبة لنا، إذن كانت الظروف صعبة بالنسبة لهذا لما هو عليه الآن. هذه تقريب الظروف اللي مارست فيها الغناء، إنما بين قوسين نحن يعني كنا نستعمل الأغنية كوسيلة لإيصال الأفكار ليس للطرب. هدس عفيفولة وككر تعلولة يبدو حيبتي لولا جوجا مني جوج هد ساعتي فولا واككر تعلولا يبدو حيبتي لولا جوجا مني جوج الروح غر وذرار فغيولا وسار ماني من لازيك التيران هالروح غر وذرار فغيولا وسار ماني من لازيك التيران جوجا مني جوجا مني زميل والصديق سليم سهالي غني عن التعريف، غني عن التعريف لأنه متعدد المواهب، يعني هو رسام، فنان في الموسيقى، وكاتب وباحث، ومهتم بالأغنية الأوراسية. والشيء اللي نعرفه عليه في هذا الميدان هو أنه مجدد، بمعنى أنه ما تنازلش على الفولكلور الأوراسي، يعني بالآلات نتاعه التقليدية، وفي نفس الوقت ما دخلش بالأغنية الأوراسية في مجال الآلات هذه العصرية بجميع أنواعها، بأنه حافظ على الريتم، حافظ على اللحن الأوراسي، وعطاله واحد الصبغة هكذا، واحد النغمة، يعني اللي تخلي الأغنية الأوراسية تنطلق إلى العالمية. الأغاني اللي لحنها زميلنا سي سليم سهالي عندها صفة الديمومة، يعني ما تموتش، تبقى قرون.
مثلها مثل الأغاني عيسى الجرموني بكار حدا إلى آخره. باقي النماذج والإشكال المنتشرة في القطر الجزائري هو أن هذه الأغنية تمتاز بالتنوع والثراء من حيث الإيقاعات والأنماط السائدة يعني الستيل اللي معروفين هنا بالنسبة للمواضيع، لكن من حيث الشكل هي تقريبا تخضع للشكل السائد عند جميع الأمازيغ ما يعرف بإزلان أو إزلوان، وهي يعني بيوت شعر قصيرة تردد وتنتشر بسرعة. هذا تقريب ما يميز الأغنية الشوية إلى جانب غناها في المواضيع اللي تناولتها، يعني فيها الهدهدة، فيها الغناء العاطفي، فيها الغناء الديني المتأثر بالصوفية خصوصا، فيها الغناء الملحمي اللي كان يعكس المقاومة اللي تحملها الإنسان الشوي في محطات تاريخية معينة. بالتالي هي غنية جدا وتحتاج إلى بحث مستفيض باش نقدروا نعرفوا الكنوز اللي ما زالت إلى حد الآن غير معروفة. لحن سليم سهالي لعدد من المطربين منهم راني دانشليا، كاتشو، ثفسوث، ماسيليا، ويوسف بوخنتاش المعروف بيوسف الباتني. بالنسبة للفن التشكيلي في الأوراس هو امتداد للفن التشكيلي الشعبي البسيط اللي كان متواجد في الحياة اليومية للإنسان الأوراسي، واللي ما زالت الأثار تاعو موجودة في الزخارف في المنسوجات وفي الأواني الفخارية لغير ذلك. ولكن نشوء المدرسة أو المدارس المعاصرة في الفن التشكيلي ربما ترجع للستينات أو ما قبل، يعني هنا في مدينة باتنا عندنا رسام معروف عالميا هو طمين، كان يعني من أوائل التجريديين اللي عرفتهم المنطقة، ثم بعد ذلك ظهر الشريف مرزوقي كمدرسة يعني معروفة إلى جانب المدرسة السوريالية اللي برع فيها بغرارة. كذلك عندنا هوارة حسين بركان محمد، عندنا قريشي ثاني من كبار الرسامين هو من منطقة الأوراس، كذلك عندنا حكار. إذن فيه مجموعة كبيرة من التشكيليين معروفين بمنطقة الشوية، لكن للأسف غالبية هذا الرسامين يعني من ذوي الوزن الثقيل ما زالوا مجهولين لغياب الريبرتوار. يعني كان المفروض أن وزارة الثقافة تدير كتاب نسميه دليل الفنانين التشكيليين كما معمول في جميع الدول المعاصرة. كذلك غياب المتاحف، عاد أغلب المدن تاعنا لا تحتوي على متاحف، وكل مدينة بدون متحف هي مدينة بدون ذاكرة. إذن للحفاظ على هذه الأشياء لابد من المؤسسات المعنية والهيئات المعنية إعادة النظر في هذه السياسة المكرسة حاليا خصوصا في الثقافة. Oh, even.
منين ناخذ المواضيع تاع الاعمال تاعي كما يقول كارل ماركس قال لك المحيط يخلق الفرد. انا ابن محيط معين وابن بيئه معينه، يعني كل الاعمال اللي ننجزها انا مستوحاه من المحيط اللي نعيش فيه ومن ثقافتي ومن انتمائي الى غير ذلك. اذا كل هذه الاشياء هي في النهايه تخرج في شكل لوحات فنية والمقطوعات الموسيقية كما يقولوا. يقولك باللي الإبداع عبارة على صور ذهنية تحول إلى واقع ملموس، هذه هي تقريب. فأنا ابن هذا المحيط وخاضع لثقافتي فيها جزء من طفولتي حياتي اليومية إلى غير ذلك. كنت كل كان شبان الجيل تاعنا حنا كانت المدرسة الوحيدة اللي نتخرجوا منها هي مدرسة الكشافة الإسلامية اللي زاسما. هذه جمعية الكشافة لعبت دور كبير يعني قبل وأثناء الثورة وبعد الثورة. أنا من الجيل اللي جاء بعد الاستقلال، هذه الكشافة كانت بالنسبة لي أنا مدرسة عظيمة جدا، فيها تعلمت أمجادية المسرح، ولكن ما نقدرش نقولك المسرح يعني بالنظريات الكلاسيكية تاعو الأكاديمية غيرك، وإنما فيه بدأت المواهب نتاعي تظهر. بديت نمثل في ديسكاتش، يعني كنا نقدموا عروض هزلية صغيرة هكذا في المخيمات اللي كنا نديروها على الشواطئ الجزائرية. وهذا اللقاءات اللي كنا نتلاقاو فيها في الكشافة هي اللي ساهمت في صقل هذه الموهبة المسرحية. وبعد ذلك في السبعينات التحقت بالمجموعة اللي كانت تنشط في دار الثقافة، وبديت بدأت الرحلة تاعي في عالم الكتابة. كانت أول مسرحية كتبتها بتشجيع من بوزيد شعيب، هي سلسلة الملهوفين. هذه سلسلة الملهوفين، ثم بعدها درت فن وعفن، وبعدها فيه ثانية احنا هما احنا، وبعد ذلك كتبت بمناسبة انعقاد واحد الملتقى كان تديروا لفلان هنا يقولوا له إعادة كتابة التاريخ. في هذاك الوقت كان يعني ممنوع أنك تتكلم على ماسيناس ويوغرطة إلى غير ذلك، فقمت بتأليف مسرحية يقولوا لها خلف دور، عرضناها في دار الثقافة فصرت ضجة في المحافظة تاع الحزب.
وتقريب من عولي هذاك، لانها تتكلم على ابطال كما ماسينيسا يوبرتا تكفر الناس. فهذاك الوقت كانت هذه الاسماء ممنوعه من الصرف. ساهم سليم سهالي في ازدهار المسرح الجزائري من خلال كتابته لمجموعة من النصوص وتأليفه للموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال، وقد نال جائزة أفضل موسيقى في المهرجان الدولي للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة لثلاث سنوات متتالية. إذا ما أردنا يعني نتكلم على جذور المسرح في الأوراس، فالإنسان الأوراسي يعرف أنواع عديدة من ما يمكن تسميته بالكرنفال الجبلي، أو ما نقدر نسميه الفرجة الشعبية، باراتياتر يعني شبه مسرح. هذا معروف منذ آلاف السنين، وفيه نموذج اللي يسميه الشايب عاشوراء أم غرنا عاشوراء، وفي جهة التلمسان يسميه إيراد، وفي جهة المغرب يقولوا له بوليمان. هذا النوع كان عبارة عن فرجة شعبية ترجع إلى آلاف السنين. هذا بالنسبة للجذور ما يمكن تسميته بالشبه المسرح البارا تياتر بامبال. إذا ما رجعنا للحركة المسرحية الأكاديمية وظهورها هنا في منطقة الأوراس، يعني بالنسبة لمدينة باتنا كان الفضل بالدرجة الأولى يعود إلى بوزيد شعيب. هذا هو اللي تلاقينا به في سنوات السبعينات في دار الثقافة، لأنه هو خريج مدرسة برج الكيفان، فبالتالي كيروح جاب لنا قواعد هذا الفن، وبدينا نتعرف على ما هي السينوغرافيا والإخراج والأداء والتمثيل وكل شروط الخشبة من إضاءة إلى غير ذلك. ففي بداية السبعينات 75 76 77 تكونت النواة الأولى للمسرح في باتنا، وبدأت هذه الحركات تنتشر شيئا فشيئا. لكن قبل الثورة فيه مسرح يمكن نسميه مسرح كولونيالي، لأن مدينة باتنا كانت تحتوي على قاعة للحفلات، الآن هي المسرح الجهوي. في هذه القاعة تاع الحفلات كان مسيو سان فراني هذا كون فرقة يسميوها لي كومبانيون دو لا سان، وكان فيها عبد السلام دومونجي هو مدير التربية السابق توفى ربي يرحمه، كان من ضمن هذه الفرقة، ونالوا جائزة سنة 52 في مهرجان الهوات في سكيكدا 1952. إذن هذه الفرقة المسرحية كانت خاصة بالطبقة تاع الكولون اللي كانت موجودة في المدينة. أما باقي الشاب فكان يلجأ إلى سكتشات كانت تديرهم الكشافة الإسلامية اللي كانت تابعة للحركة الوطنية، البي بي أو الانتي ال دي ما قبل الثورة. هذا النوادي اللي كان النادي باتنا هنا كان يقدم عروض مسرحيه في لاكاب في الليل، يعني يحكيو لنا الشيوخ الكبار في الربعينات الى غايه الخمسينات قبل الثوره، كانوا يستغلوا المولد النبوي وهذا المواسم هذه ويقدموا عروض ماهيش عروض مسرحيه يعني بالمفهوم الاكاديمي، لكن عباره على سكتشات، لان المسرح كان غير موجود. Thank you.
اللي تسري يثر يثري يسل السبطة قولوا بيتهني أطر ورجي يغني غزم الطول مما تنن بتساكرة سير سما سير زاك نكري ألتمتيت ودعي سيكلي سير زاك نكري ألتمتيت ويتكود هيكلي. أثرى ابن رحوات بباتنا المكتبة الوطنية بثلاثة كتب، منها كتاب ترجم إلى اللغة الفرنسية، وخصص كتابه المقبل للملكة ديهيا. بالنسبة للتدوين كما يقول المثل، يقول لك العلم صيد والكتابة قيد. الآن لازمنا نخرج من مرحلة الثقافة الشفاهية. كل الذاكرة الشعبية تاعنا هي عبارة على ثقافة شفاهية. الآن دخلنا عصر الصورة والصوت، لابد أننا نساهم في تدوين كل ما المعلومات اللي عندنا حول التراث تاعنا والتاريخ تاعنا، لابد تتدون وتتأرشف، لأن حماية الذاكرة لا تتم بدون أرشيف، هذا شيء مهم يعني. والأرشيف فن ثقافة يعني علم قائم بحد ذاته. نتمنى أن الجامعات الجزائرية والمعاهد وكل الهيئات والمؤسسات تساهم في نشر ثقافة الأرشيف، يعني حتى كل إنسان على الأقل عنده معلومة أو عنده أي حاجة بين يديه يحاول يحافظ عليها، لأن في نهاية الذاكرة الجماعية تاعنا تنتهي إذا ما ساهمناش في حفظها عن طريق الكتابة والتدوين والأرشيف. العالم السمع البصري، أنا يعني دخلت هذا العالم في السنوات الأخيرة، يعني تقريب في الألفية، فدخولي كان عن طريق الموسيقى التصويرية، حيث يعني ساهمت في تأليف موسيقى تصويرية لمجموعة من المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام الوثائقية، هي موجودة يعني في اليوتيوب. لكن الأهم هو الكتابة، كتابة السيناريو. فيعني أنا رحت، أنا كونت روحي، درت نوتو فورماسيون تكوين ذاتي روحي، واشتغلت على هذا الفن كتابة السيناريو، وكتبت يعني زوج أعمال كبيرة بزاف حول، هي في الحقيقة تاريخية، هو فيه فيلم على سي الحواس حامي الصحراء، لأن الولاية السادسة لحد الآن ما خذتش حقها يعني من السينما، يعني الأفلام اللي تسجلت. فهذا الفيلم يعني كان الوزير السابق المجاهدين قبله، ولكن كانت فيه واحد المجموعة يعني نتكلموها بكل صراحة، تعرضت يعني عرقلت العمل ما يفوتش، ماهوش لأن العمل ماهوش مليح، إنما كان صراع من أجل المادة. كانت واحد المجموعة من الناس، ما نذكرش الأسماء تاعهم، كانت مسيطرة على هذا المجال تاع الأفلام الثورية، فبالتالي يعني ما يعجبوا فيها غير طويل العمر، رغم أن هذاك الفيلم كان فيلم ركزت فيه على أهم الأحداث والمحطات التاريخية اللي عاشها الكولونيل سي الحواس، هذه الشخصية اللي تمكن باش يخلي الولاية السادسة يعني واقفة على رجليها. بالنسبة لي أنا شخصية عظيمة، يعني تناولت الطفولة نتاعو من المشونش البسكرة إلى غاية الوفاة نتاعو مع الكولونيل عميروش. ما هوش من السهل أنك تطرق وتتكلم على أحداث تاريخية في الولاية السادسة، ونعرفوا أن الولاية السادسة فيها بزاف مشاكل، دارت من المخابرات الفرنسية، من جيش بلونيس إلى غير ذلك، يعني هذه معروفة تاريخيا.
الثاني هو كان خاص بأقصى الجنوب، شخصية مهمة في التاريخ الجزائري، هي شخصية الشيخ حمود اللي قاد ثورة توارق انطلاقا من 1878 إلى 1926. يعني هذا الشيخ هذا هو اللي قاد هذه المقاومة وقدر أنه يقاوم الغزو الفرنسي بالطمراس يعني بلاد التوارق. وهذه الشخصية ساهمت أيضا في الثورة اللي قام بها عمر المختار في ليبيا، لأنه كان يبعث مقاومين من الجزائر يقاوموا الغزو الإيطالي. فهذه الشخصية يعني رغم أنه الفيلم كان نتيجة بحث مستفيض، يعني هبط حتى الجنات ورحت الأحفاد نتاعه وحوست على الوثائق، وكذلك اعتمدت على المذكرات تاع كولونيل فلاتر اللي كان مكلف بالبعثة باش يديروا الطريق شومان دفار باش يوصل من الجزائر حتى لتشاد، لأنه هذه هي الفكرة، لأنه كان فيه صراع بين النفوذ الإنجليزي في السودان والنفوذ الفرنسي على القارة الإفريقية. فهل الأحداث كل هذه الأشياء كل خذيتها وضفتها في هذا الفيلم. مالوريزمون للأسف أنه هذا الفيلم ما خلونيش تقدمت مسلسل حول هذه الثورة، لكن بشكل غير مرضي بصراحة، وأجهض هذا الحلم. يعني عندي زوج أفلام كبيرة تاريخية ما زالت موجودة، عندي في الأفلام أخرى لكن احتفظ بها لأني تأكدت أن السينما الجزائرية وخاصة لجان القراءة كانت ما تأخذش المواضيع بجدية بقدر ما كانت تستعمل الصحبوية والمعرفة إلى غير ذلك. هذا هو الواقع. وكشت كيفاش بدأت تظهر الفضائح، 140 مليار صرفت من أجل الأمير عبد القادر، راحت في كيل زيت، ما شفنا لا فيلم ولا أمير عبد القادر ولا محزنون، لأن الناس المشرفين على هذا القطاع يتعاملوا بعقلية جهوية وبعقلية صحباوية إلى غير ذلك. هذا هو الواقع، يعني ما لازمش نهاركم. قدمت فيلم أيضا حول ثورة بلحرش 1804 بمناسبة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ولكن رفضوا، كتبوا لي في الملاحظة قال لك هذا الفيلم لا يتكلم عن مدينة قسنطينة، رغم أنه بلحرش قتل الباي عثمان اللي كان حاكم باي قسنطينة. يعني كل الأحداث تمت لما قبائل شمال قسنطينة هجمت على باي قسنطينة نتيجة القهر والضغط اللي كان يمارسه الباي على قبائل شمال قسنطينة والمجاعات اللي عرفتها، وتكلم عليها المؤرخ صالح العنتري معروف في تاريخ قسنطينة بالتوظيف، يعني يكتب كتاب سماه عام الحبل. هذه الأحداث التاريخية حاولت أن نوظفها في شكل أفلام فيلم مطول يعني، ولكن دائما تلقى الناس اللي في لجنة القراءة لا علاقة لهم بالتاريخ ولا بفن الموسيقى ولا عنده عبارة على معارف ومجموعات وعصب